الآن توجه صاحب القداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على برقية التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيام المجيد، مؤكدا أنها رسالة رقيقة من رئيس يحرص دائما على مشاركة الأقباط في جميع أعيادهم. كان قداسة البابا طوادروس الثاني قد ترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد في كنيسة التجلي بدير القديس العظيم الأنبا بشوي بوادي النطرون لأول مرة دون حضور شعبي، وشارك في صلاة القداس الإلهي عدد من الإكليروس وأساقفة المجمع المقدس. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3333 حالة. كما أعلنت الوزارة في بيانها ارتفاع الوفيات إلى 250 حالة وفاة، وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس ما تم تداوله حول صدور قرارات بشأن مواعيد حظر تحرك المواطنين خلال شهر رمضان اعتبارا من الساعة 4 عصرا، مؤكدا أنها شائعة لا أساس لها من الصحة. وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مواعيد حظر تحرك المواطنين خلال شهر رمضان، موضحا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين من المقرر أن تجتمع نهاية الأسبوع الحالي لتقرر الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان. أعلنت أنستازيا ركوفا نائب عمدة العاصمة الروسية موسكو للشؤون الاجتماعية أن 3 مرضى بفيروس كورونا المستجد تعافوا وخرجوا من مستشفى المدينة بعد أن نقلت إليهم بلازما تحتوي على أجسام مضادة للوباء. وقالت ركوفا في تصريحات صحفية إن المرضى الذين حقنوا ببلازما المتعافين تعافوا من المرض بطريقة أسرع وبدون مضاعفات خطيرة. وأعربت ركوفا عن أملها في أن يزداد عدد مثل هؤلاء المتعافين بواسطة هذه الطريقة العلاجية، خاصة وأن ذلك سيساعد في التعامل مع جائحة الفيروسات التاجية. دعت منظمة الصحة العالمية إلى التكيف مع فيروس كورونا المستجد حتى يتم العثور على لقاح، منبهة إلى ضرورة تغيير أسلوب الحياة من أجل السماح للمجتمع بالعمل بالتزامن مع مكافحة الفيروس المستجد. كما أوصت المنظمة بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجية، محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.